بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد ذي الوجه الأنور والجبين الأظهر الشافع المشفع في عرفات يوم المحشر. انشق له القمر بكى لفراقه الشجر، وصبح على يده الحجر سيدي وسيد البشر، حبيبي وحبيب أبي بكر وعمر. أما بعد، روني ودا نور تي في تنو هدو فاجر تنشفت كيسنو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سكنتان الرئيس ني قبلني لهاني كما تدري حاوة ديني جد جرو علمنا ما جراتو كان كيستي جهي قردا أبوتيني سؤتو بحاجو دندانو حواسا كان تلشوف جهي قدا وروني بحاجو دندان حاوة حواس دچی تنر جرو کنا با کلمتی اتو ادام باسنی ادام کودنی ولکان ایسا دوبرتی دا ولکان ایسا دیر دوبرتین نصف المجتمعی جان ولکا حواساتی دیر لی ولکا ارگتا ای دیر سنیس نمنی ده دوبرتی ارگتا تی اذن فهی المجتمع کلوه حواس ونج امولو ما گلتو دوبرتی دا جان إذن حواس نكوني تلوف حاوتين تلوك بنججا ديني كان كيساتي تاريخ غردا سينا غردا وروني دبرسي ديني كان دوبان لابته دوبرتوتا. إذن إسلامون من دوبرتين تكغاف دين كبات تيجدت لكوف ستوكو كناف توكوف رجر تيججا دين الإسلام كباننام بكفيت هاجراتو بيكمو هاجراتو لكو ستوكو كناف إسلام من بريدو ما هو برق أبات دواد بلد هجمتا كولانتا كدين يو برق أبات لكو ستوكو سندرت دواد بلد لبتا سنجي غاري غو سبريد هو كبات دواد رد بلد كومتا. لكن لكو ستوكو سن كإسين أرغتين دينيني لكو ستوكو سن براك إتانان دواد قفتها هجفل يدوبا يتل ما لي نمنا كانت دوا كان بايسه كتبي امله ما انا كن ندن دو هي كن قبو. اذا دوبرتي لكوف ستوكو اسلام مان كن نيف كن كيسا وروت لكوف ستوكو كن ارغتني اسلام مرغد دابتني حواس نكون اكتلو فجج المان وفي دين رغو دي سن كيسا دوبرتو تديني كيسا سينا جرا دوبرتي لما توكو الاول لله تاريخ رتي أمني إسلاما جروتا نرجرو شفتي إسانيتو نموت اتهجم نموت قردا علمائي قردا أفرق أبنى إمام أبو حنيفة، إمام مالك، إمام الشافعي، إمام أحمد بن حنبل أئما أفرنك نشوف وانس أجائب كلهم أيتام شفتي جرات يتيمة. إذا من اللي تولى تربيتهم ترجى يتيمة أني مال تجرى كجديسة ورجيدة شيء تنا إنسان تاسيسة الدنيا تنرتي أكجر ملتنيت إنه جرى جديسة كجرو أمهاتهم حاوتي جرات تربية إنساني قل إمام أحمد رحمه الله وتجرى هذا جرا أتون لاتين أبان إنساني دار أفراده مهارا جديسة إمام الشافعي وتو إنسان هرم هذا هلا جرا وتو إنسان هرم منقولين أبان إنساني دوء هذا قدس. إمام أحمد رحمه الله كان إمام الشافعي كالشمس للبلدان وكالعافية للأبدان. إمام الشافعين دكي تناف أكا أدو تجان كآمن ماتي في مو أكا فيات جان ولما إيبي كمو دكي كنرت بكفل نمن ديني. قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام مالك، قال الإمام أحمد، قال الإمام بخاري كنين شفت يتيما حالا قدس. إذن حاوتين دين الرتج إماني حواس نكون طلوف حاوتين إلمان في أكتو الجنيف. إذا طابت العيون طابت الأنهار جان حواس نبكى غرغرات اتكبدوف يوم ناهن طلين هم بدا مد قافة ليج أموتو لين دكنا يا طليب بريدا حاوتي كنين كيسا حال إمام أبو حنيفة أكمل تأكدين رب قدته حال ديني تاته
إلما وفي دين رب الدست وللال لأنه نمني حواسني أما دكي رجرو كن شفتي حاوتي ديني كبن تأكد دراني تتي إلمان وفي دين رب الدستين سن من مرتها جمع من مرت أك إلمان إساتو التوف برباد أبو حنيفة أول أئمة الأربعة وإمام أهل السنة والجماعة هنقفني إمام من أفرنيتو أبو حنيفة وانت أنهجتك سجنتك إن راكي ستي سينا هذا إمام أبو حنيفة ولله إن شاء الله تعالى هي أم الإمام أبي حنيفة رحمه الله لندخل إلى مدرسة أعظم أم بعد أمهات المؤمنين هاتتني يرجى دبرتوت مؤمن توتا دبرتوت نبييتي عليه الصلاة والسلام قالت دبرتيتي هي التي أنجبت لنا أعظم إمام في التاريخ سيناك ستي عالم قد دكين تنشفت اتهجم إلما إسي فري نمني مرتي اتهجم وقوتيتي دكي كان الرتب ما كته سينا إسي ولله إسين إلما أرغت دين الرتب الدفتشو إسي تندرة وفي إسي تي دين الرتب الدتة وفي إسي تي دين الرتب إجنو قبدي كمين إسين دين الرتب قبدو في الجنة إسين دين الرق أبدو في تربية بريدة إسين دين الرق قدت يرمو إسيت اندرة في القرن الأولى الهجري جارة جلقبا كيست هجر الرا كان هناك شاب تقي يطلب العلم جاء شباب بريدة وهي تجرى ورمس دين الإسلام بربادو في جتشا وتوديمو قافتكو من إساكي ساوانيات الأبيتي فاشتد به الجوع بيلي اتهاماتت شبابني برين يكون من إساتي به وانيات بربادو جتشدين فانتهى به الطريق إلى أحد البساتين وتوديم أورو ونه الدجرة كراكي سكران أورو وهي تتسفد أورو كانكيس سينيتي نيولالو والتي كانت مملوءة بأشجار التفاح ولونتني مكا أبلي جاء مكان أن تفاح وان جاء مكان أورون قوتون أبلي كان أن قوتم تجر أبلي كان كيسا أبلي انتوكو بهجرة كانت دالله وران بلئت كان بهجرة في رينيسا لبو إسا كيساتي وانت كان نيار لي بيلكي يكان هو أفرى بلليسي في ريتا كيتي أن يار لكان أفجيش نمتشرى ونهر أتنجرو جايتي أبلي سان في ريتا كافراتي تاينيات بيلا سن أثير رب اللي سئ جاء وأن نجادة أبريت كتيلا وما ركون كبوج إرجعنيات كرما ناقل من إرجعهم بودا فبعد دعت نفسه تلومه لبون إسات نما أكن نجادة وأن أتنجادة سن حق أكيتينج حق إسلاماتي كبين نجنا مبراتي كبين نكيتينج أكن نجادة جتني أما فكرتي وانت كان إذني غافتوك أبا حيما غافتوك أبا وانكي يامي تجيئك إيه ورو برتي دي دي مجانكم لك إيه هلا ورو ترتي نمتوكو أرغتي أبو أبان ورو كناسي في جنة لا أنا با ورو تيمتي أن حاريسة واردية ورو تن إيهو أبان ورو إيسا جرى بك كان أكنا جرى سرام فقاتة جيئتي من إيسا ناهيني جيئني إن كايه في كالتي ورو في بك مني أبا ورو أدام فقاتة كإيه دي مجان شباباكم يعني أتجهه ولا أدري هو جو نمت جت قبي يا أخي جين أنا بيلي نتجباتي وانيا أبي منا به أتوديمو وروت إيرد وفيتي دلوا وروك كيسان فين أبليت وكو أكن الرأجرا بيلن نجرا بيلا وفر رابل ليسان جئتني نيرد هيا منا أقولي أما إذني سيغافتو في أتشدور موتو إذني كيتين ألا نعرده حيام أكنا غوتو ستة الوفيجين ثم أبان أروك اللاليتي والله لا أسامحك بل أنا خصيمك يوم القيامة عند الله حيام سينغل أروتي يويررتي أبليك ينعرده بك أن ينجر النسامتي أما ليفا من غافتو رفتجين حيام نيون نجي أمويتو انجرو كنتري غويا كي امات سي دبر فدينا في الدلو فتجن مجان كنري فتي
يا أخي أبلي تكتي لأوني أنسجل عنيان لربي جئي هيا منا قرجين هيا ما سينقضو حقاكي ينات معلومة فوري سينجي أكاكي يتوو إن بيتا أكامي فوتين ياتي كفي يجين وشان هنچين كامي أتودو كديمي هيا منا قرجعون بكي ما سنة تغتي برادين فبدأ الشاب المؤمن يبكي ويتوسل إليه أن يسامحه وشان كنچين كاميت يا أكي هيا منا قرج وقال أنا مستعد أن أعمل أي شيء بشرط أن تسامحني. ونما فيت نكبر كرشي كبار ديك سيكا فلون كبو وجما فيت نوجه تشيسي قرو إذني ناغولي لا لا نجر وأن يتسرن ناغو تويتو نجرو وأن ينسي دلي سيفر نجرو دلي توتا هدو وروت نادلغو كبا نقول يما كياما نافي ديرو فتاجي وتكنا موچان تنكمي دو كدين نمتي تيغتي برادم حاجة من إسا دوكا ديني موشان ناديس إنديس وجيه هلا تشوفي منسي يرون كن صلاة زهري بودا موشان هلا مرة تايه ديني لكن اللي نيان نتشو ما تايه جي موشان نمتي تنياتا نياتي جي سيت زهري بودا اللي قدفين باني صلاة أسرع رتي قبدي فلما هو صاحب البستان وجد الشاب ما زال واقفا ودموعه التي تدخرت على لحيته واني قبي اسررت بي ومجانه لمرة تائبوي ارجي ام ابون ديمنا ان ديمنا ايسا ديمنا جي انقو يا كياماتي سيدبر فالينا انجدت قو يان كيامان الفاتة يا اخي اوفينا قد ان ايسا ديمنا جتتي انو لا قنسي نيان نستا ايسي ايقاجرا هيامنا قد جي اني هيام اكنا قافناني يا عم إنني مستعد لعملي دلق مفيتنا التأججي دلق مفيتنا أججي وانت أتنا أجج شفا وجر في الراول لجي مجان يروكنا أبان ما الجين أبان نمتج أبان أروكني لا جين ينبربادو أكا أتي هجينا هجتوس هنفدو أن حكومتي يسنغو ياك يا ما أكنا في الدبر باداجئين مجا ورواتي ورواتي إن إما مجا كان لالي أبان إرقسيني يا أبونا يجين مجا جيواني أم حي مسيقو لجئين إنني مستعد أن أسامحك الآن أمو مرة حي مسيقو لأبلياتي يا تسيدي ستفاه جئين ولكن بشرط شرطي سير أتبوتوك أبدوهي تجرى سنيوغوت حي مسيغو لجين فرح الشاب وتهلل وجهه بالفرح وقال أي شرط يا عم مجان قمديتي كما قياك يا مات الرايو رب أفو السقافة لأن أنجت سنة ليست دنيا تسديبست وأنما فيت نانجي وأنما فيت سيدة لغا شرطي أكم نتكبتا شرطي أنسينجي وكان هوغوت حي مسيغو لجين شرطي مالي تجنى مجان إني أريد أن أنكحك ابنتي فمجتتي يسيك النوفدا مجتتي ينكاح سيه الوفدا مجتتي يهو نكاح إسيها يجتهم فولنا نجد أبليتي يسيدي سلي مجان يروكنا اللي إغفتي قمدي وانتي كني مالي قمدشون أكنا كن جئي مجاري فتيتي هاي مجتتي هم فولا ترقسيك أننا نجت سرا هم كيبلا لكن جئين أبا مجتتي نكاح كيس دوغن قر والقووم سون وان هنجر يفجج مجتتين أنسيت هيرم سيسوتون ركو أفرق أبدي ركو أفران كان وجين هيا جتتي فوت هاي مجارفتي مال ركو أفر مالك أبدي مجتتي ركو أبدو أكمي فول أري ركو أرقى قباتي أكمي تنتفية تجي ركو كان هاي يو ركو كان وجين ينفولو جت قويا كياما ربي برسي غافة دجي مجانا تشغل غليك إيتي قويا كياما كنك قويا رسولتوني نفسي نفسي جاني قويا كنك كان ربي أفو دابتور ركو أفران مجتين قبدو كان أكا كتاب أفران التأمنيفو لأنه كانت التأمنيفو لتوك أبو مجان يو غافي قويا كياما جلابة هجي أصدقائي إيتي ركو ما أفرانسا وجينو ينفرد لا حيئتم ما أعنفوينها قولي جي وردفتوني فودا نور تيفي إرانو هردفا جرتان شوفتي
rakkoon afra mucattiin sun qabdu sun maali? Ka jedhu akkamitti rakkoo san afra wajjin mucaan kun fuudhuuf hayyamamaa ta'e ka jedhu turtii boqonnaa muraasaan booda walitti deebinee ka waliin laallu ta'a. Utoon fagaatiin nu eegaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Boqonnaa muraasa booda walitti deebinee tiniin jirra. Boqonnaan duratti bakki itti dhaabnee mucaa sharxii afurii abbaa mucattii itti qabate. Hayyama sii godhuuf guyyaa qiyaamaa rabbiin afoo si dhaabuu dhabuu kiyyaaf mucattii tiyya fuuta rakkoo afur qabdi jedheen. Mucaan kun wanti irraa fudhannu boqonnaa jalqabaa kana keessa sodaa mucaan kun qabu, imaana mucaan kun qabu, fuulduree rabbii dhaabatuu irra rakkoo afran mucattiin qabdu waliin hin fuudhaa mucattii ta'e hayya jeenya. Yannoo guyyaan qiyaamaa guyyaa ulfaata. Mucaan hayyee hin fuudha jedheen abbaan rakkoo afran himuuf eegale. Rakkoon tokkoffaan amiyaa ulaa tara, wabakmaa ulaa tasma, wasammaa ulaa tasma, wabakmaa ulaa tatakallam, wamuqacadatu laa tanshi jedhe. Mucattiin tiyya rakkoo afur qabdi jedhe. Rakkoo afran keessaa tokko naafaa deemuu hin dandeettu jedhe. Kalammata jaamaadha arguu hin dandeettu jedhe. Ka sadaffaa duudaadha dhagahuu hin dandeettu jedhe. Ka afraffaa dubbatuu hin dandeettu arrabaanis jedhe. Mucaa yeroo kana rifate. Musiibaa hagam ga'u. Dhaabbilii takkiittiif jecha. Rakkoo hagana gahu fuuteen irra keetta. Waan hagana gahu kan akkamiin baadhadha? Mucattii wanni an barbaaduuf mana naa haa qulqulleessitu, wanna garaagaraa naa gootuufi, na haa jajjabeessituufi, jireenya keenya waliin oofuufi. Mana keessa waa hedduu namaa qabdi. An kana rakkoo kana cufa akkamiin danda'a jeenya? Dubartii aslan ulamaa'iin akki jedhan. Rajulun bila imra'a kitaabun bila unwaan wa mulkun bila sultaan jedhan. Namni dubartii haadha manaa hin qabne, dubartiin sadarkaa guddaa qabaa turra. Dubartii namni hin qabne kitaaba mata duree hin qabne jedhan gara galchitee dubbisuu hin dandeettu. Garri ati gara galchitee dubbistu wal si harkaadha. Dubartii taphaan itti hin hajamaa, fuudhuu hin hajamaa, maatii horachuu hin hajamaa. Laakiin an shabaaba ta'ee rakkoo isii afran kana waliin akkamiin fuudha jenna? Hin fuudhu hoo jette guyyaa qiyaamaa fidda jenna. Mucaan an guyyaa qiyaamaa rabbiin afoo dhaabaturra rakkoo isii afran kana waliin fuudha hayyee jenna. Kalaas guyyaa kamisa walitti dhufnaa, guyyaa kamsaa godheefiit nikaa hasii hiina kootu jenna. Mucaan kun ka'eeti isa bira dhaqee waliimaa godhee abbaa mucattii qabeenyas qabaa, iddoo bal'aa qabaa, mana adda godhee fi erga nikaahni hidhamee geeffame booda mucaa fuudhee deemeenii hulaa mucattiin jirturraan gaheet seeni jeenii biraa deebi'e. Mucaan dhufee hulaa baneet assalaamu alaykum yoo jiru. Mucattiin wa alaykum assalaamu rahmatullahi jedhu. Mucaan rifatee jiru. Deebii lamaa waan abbaan je'een sun soba ta'u asuma argate mucaan. Tokko hin dhageettu je'een assalaamu alaykum jennaan salaama dhageettee naa deebiste jedhe. Lammaffaa dubbatu hin dandeettu naan je'ee wa alaykum assalaamu jetteettu arrabaan haasa'uu jirti. Lamaan kun akkami je'ee deebii dhugaa ta'u argate. Yoo inni os seenu. Akkaan bareeddi mucattiin ijallee hin qabdi kaateet ziyaarte. Ijaan agarraan kaatee na dubbiste jedheet. Kaatee wayita dhaabattullee naaf akka abbaan naan jedhellee homaa naafummaa hin qabdu mucattiin dhaabatte akkaan bareeddi. Yeroo kana mucaan rifate. Fuula isii keessa wayita laalu akkaan bareeddi. Bas waa lama keessaa ta'uun ooluu jedhama mucaan. Yookaan
ana jiddu matanatti du'e jannata seene yookaa mucattii tana jannata ba'e dhufe lamaan kana keessaan ba'e. Achuma mucattii gaafate aboo jeen. Anatu tiyya seeta biraa bira dhufe moo simata abbaan keenya kaanaa hidhe sun jee gaafate. Anumaa jettiin. Laa abbaan kee mucattiin tiyyan dhageettu, hin dubbattu, hin agartu, miilaanis hin deemtu naa afanaan jee kun akkamitti ta'e jeen. Jannaan abbaan kiyya dhugaa siin jee jettee siin kijibne. Akkami jannaan mucattiin tiyya naaf akka abbaan kiyya siin jee bakka khayrii malee, masjiida malee, bakka da'waa malee takkaa bakka haraamaa deemeen beeku haraamarraa miilli kiyya naaf jette. Mucattiin tiyya gurraan hin dhageettu akka abbaan kiyya siin jee haasawa khayrii qura'aana hadiisa yoo ta'e malee waan haraamaa dhaggeeffadheen beeku gurri kiyya duudaa jette. Mucattiin tiyya ijaan jaamaa hin agartu akka abbaan kiyya siin jee waan qura'aana yoo ta'e malee, waan khayrii yoo laaluu ta'e malee, waan haraamaa takkaa laalee hin beeku jechuun. Mucattiin tiyya duudaa ka abbaan kiyya siin jee nama hamachuu ta'e waan garagaraa irraa qulqulluu afa arrabni kiyya duudaa jetteen waan khayrii zikirii yoo taate malee jechuun. Ta kana mucaan gammadeet sujuudu shukriin bu'ee abbaalleen dhufeet maal jeen mucaa jeen. Ayyeroo akkasitti ati appilii takkittiif dhuftee hayyama na gaafattu san appilii takkittiif hayyama sii godhuun natti ulfaateetii miti jeen. Yeroo majalqaba dhuftee ati appilii takkittiif hayyama na gaafattu san mucaan kun nama akkam rabbiin sodaatutu achii ka'ee asin natti dhufee appilii takka hayyama na gaafata jedhee amaanaa appilii takkittii namni eege kun amaanaa mucattii tiyyaallee naa eega ka jedhu yeroo san murteessee jeen abbaan. Mucattii tiyya akkaan jaaladha. Qabeen na qaba. Nama diin qabu nama amaanaa eeguu danda'u barbaadaa fi ture wayita ati nat dhufte san gammadeetiniin sharxii kana si qabadhe alhamdulillahi rabbil caalamiin du'aayi kiyya rabbinaa awwaate jechuudha. Mucaan kun appilii takkittii sodaateeti. Appilii takkittiif jecha guyyaa qiyaamaallee rabbiin afoo dhaabatuu sodaateeti. Appilii akkas bareeddu san rabbiin isaa hiree nullee warroota appilii akkasiisan argatan rabbiin nu haa taasisu. Akkanatti diinirra turte haati imaamu Abuu Haniifaa. Erga wal fuudhanii idhaa xaabatil quyuunu xaabatil anhaar jedhan hubthul maa'i hubthu turaabihi jedhan layni tokko boorahee baduuf biyyeen layni sun irra yaa'u sun boorahee baduudha jedhan. Layni tokko toluuf immoo maddi isaa toruudha jedhan. Imaamu Abuu Haniifaan akki itti tolan haadhatu akkanatti tole sodaa rabbiitiin abbatu akkasitti tole. Erga Imaamu Abuu Haniifaan dhalatanii jiruu duniyaatti irratti dhufanii booda gaafa tokko haati mucaa isaanii qabatteet Abuu Haniifaa qabattee otoo teettu dubartiin ollaa takka dhuftee of seente kam naguma jirtaa mi naguma deettee mi jettee haasofsiisteeti nagaa hawwite siin jettu mucaa irraa as fuuteeti harma ofii keniteef namittiin ollaatu. Hoosisuu eegalte. Abuu Haniifaan harma hodhaa jiranii jidduma kana abbaan Abuu Haniifaa ka'ee dhufe. Abbaan Abuu Haniifaa dhufu Abuu Haniifaan harma namittii ollaa isaanii kana hodhaa jiran. Daddafaniiti mucaa natti as kenni mucaa kiyya jedhanii mucaa irraa fuudhanii qaqqabatanii yoo ta'an namittiin xiqquma teetteetu haasawa geeffattee kaatee baate. Erga namittiin baate Abuu Haniifaa daa'ima xiqqaa kana nu'umaan abbaan isaanii qubetti naqanii Abuu Haniifaa arraba isaaniitti haa goosisiisan. Daa'imni kun aanan mucattiirraa intaloo orlaatiirraa hodhe san yooma san deebisee haa godhee haqqisa. Haa tiriifattee maa daa'ima keenyatti maaliifin quba nayixee haa goosisiista maa jennaan Abuu Haniifaa maal jedhe? Abbaan Abuu Haniifaa akka ofii appilii yeroo duraa ilma argatuun duratti appilii takkitti eeggataa ture sanitti wanti haraamaa akka mana isaan seenne, wanti haraamaa akka maatii isaa keessan dhufu, wanti haraamaa akka ilmaan isaa keessatti hin makamne, qe'ee isaa halaala qofaan tiisuu waan barbaaduuf jecha maal jedheen haadha Abuu Haniifaatiin bar mucaa keenna wanni ana arraba itti naqee haa goosisiiseef namitti amma dhuftee harma hoosiste tana ta'ollaa kennaa tana jeen. Manatti
وان حلالا قف نياتم وان حراما نياتني بينان بينجو وان حلالا قف دغني في وان حلالا قف وان حراما قف دغني بينان بينجو كان افو يونا متين تو وان حراما دو ويدي دفتي مجاكي ان كان حرام هو سيفت حرام ايسي كيسانيو اتتبري هوجي حرام ايسين هو تسون قوم رسول صلى الله عليه وسلم مشربه حرام ناتي إسا حرام لغاتي إسا حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام جأنم في شقاك رسول صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب له جأنسان حركة سميت القبي يا ربي نمتي تجد أكمي إسا ربي أوات رسول جأنسان صلى الله عليه وسلم وغذي بالحرام حراما لينجي أمي أكمي إسا ربي أوات جأن رسول صلى الله عليه وسلم كانوان بيكو فيجة أبان أبو حنيفة وشا إسا آنان ديبسيس لأنه وشان كن وني حراما أكا غراء إسان سين حلال كفرت دين كفرت إسلام ما كفرت حلال نياتا أكا قدتوف حنجة كان إلم أفي حلال نيات جسوف دائم من رياد نهي وروني أم مجرن حقام دين الرد إلمان كينا قدسا جر حلال نياتا جرتي مو حرام نياتي قلتي حقام لالا جر منك يسد حنجة كان تيسيتي رب الله مجايسا سنساتيس دين الرد قدتي ماتي ديني كيسابهيتي الدنيا كان هند بؤابو سيفي وتوبا دين كاناتي أجبودة إرقى مجان إسي قدتي هاتي إمام أبو حنيفة مجايسي فوتيت غرا علميتي كانيتي غرا قراتيت قراتي يرو إني دكو الرجيم ستي يرو إني هفو يلولتي غهي هاداتي غهي چما إسي رجرو بحد وطوبا ديني غوتي مجايسي كان أسباستي قراتي را يرو إني هفو يلولتي يرو إني كرو عدد قراتون بؤا بو فچا جراچو كيون ارگين جتي موچاكي برون ستي براتا جرتسون سيني دابيك جتي دونتينيت تومتيت دين رجبيسيته وتوبا ديني غوته علم في كناس باست يرو اما حاوتين جرن مسؤولي يما گودا قبل منا كيسات اتغافته يما گودا كقبو ابا ورا قفانيت هاتي منا الله ينقبل رسول صلى الله عليه وسلم أبا منا من إساء كيستي تيسي دوان تيسر راهين غافة معكم جان ولك أبني وكلكم راع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إسين شفتو تيسي دجي أوان تيسي تنقبدني وان تيسي تنسنر اللي موهين غافة تنجا رسول صلى الله عليه وسلم هاتي منا إلمان إردت تيسي دا أكمي تيسيتي ربي قياك إياما هنغافت غهي أكمي أكسين بحتا جرت إلما اللولونين دن ديت تهاتي منا كيسد لكن أكما يرو مجان برچي قوش أبسوهاتي لولتونسن يرو مجان قرآن كراو دي ديچال يسون اللي اللولوني مرغ قوتو كبت أكما يرو مجان منا كيسد واغ جيسو وابل ليسو مباهلة بل ليسو بشان كيسبوسو لولوني دن ديتوسن ويتموچان صلاة اليسوما ليستجتيني لولوني وقور نرغا قوتو كبتي كون كدنيات هاتي إلما ويتا إني واجبسو برچكو بالليسو واججيسو منا كيس فيجي وابالليسو فوتي تمتو يرو موچان صلاة اليسو تمون اتجابات مسؤولي يما قوتو اتقافة ممان قوتون هذا الرجل اتقافة مما حقنا كان بحث هاتي إمام أبو حنيفة إلما إسي ديني في بماجد فتنا ديني الرق أبدر إرق إلما إسي قدتي نما الدنيا تنشوف فيدوتا إيه فكيه كوفا جأمني به كمني وعليوني مرت إسان بيك اللي فتنا إلمي في قبض مجاء وفي سن ديني الرق قدسو في قبض الرق إرق إني عالمة إلي ينقراني كريم جدتي فتوى غري وان يسير رتي اشكالته اي غري وان يسير دي يسنغافتو كاتيت علماء برا برا ديمتت نينغافتي
مرافع البر بالوالدين كجاءوا كيستي إمام أبو حنيفان حالو في أكم التأكتيسا حالو في أكم التأكك كبجا حال دين الرد قدستسا أكم التأكك غلط إسيدابسا أن أمه رحمه الله تعالى كانت تأمره أن يذهب بها إلى حلقة عمر بن الزري مسألة فتوى واني أكناكن أكنمو واني أكناكن أكميو كلاف الرد توهاتي إمام أبو حنيفة وجايسي كان وامتيتي بك أكنا أكنا ناندامي عمر بن الزري برا فتوى قافر لجتي يو أبو حنيفة من فتوى سنبروان أكناتي أكناتي جتون أتي يوم أتي جيت جتين مجايسي تي أما الليها عالم قدها تويسي مجام فتونا إني هاكر وفقبض سمير الليكا كأي أتي يوم أتي جيت جتين أبو حنيفة فولانيتي عمر بن برقية سنيت فتوى قافت تكيجيتي أبو حنيفة وامني شيكا هاتي فتوى كنا كنا يسين قافت ما تنهمني في رجلنا لا أنهمي فينا الرافل أتودي الديوان من كتابة سنبرقية سيتو ومي أكنا أكنا أكامي رجل شيتي كدبي أبو حنيفة مقافت أبو حنيفة واني أكنا 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 يوان اتدي بسي هاتي في جديبي كانوان الرافل النف أبو حنيفة نتي من جئن فما كيتي فتوان أكنا أكنا جئت مجي شما شيني بفيا هذا أبو حنيفة جي فتوان أكنا إيش نقافة تنسون أكنا أكنا جئت شما إيه سري يتب وردت أكي كاتي جينتي وانت إسين كان قوتو في علمك يا كتاب أكنا إرنجين يما اللي إما كاري أما اللي إما كاري يا شافو تنا دين ردك عبد الرحمن كان كأججو هنگ أماتي واني ولي الله اللي أبو حنيفة هاتي تلتيت أبان تليتي بقمنا جل قبا كيسات أكولي اللال أبلي تكتي صداتيت ويا كياما أمام ربي لابتو صداتيتي مجتي تنفولي أبو حنيفان مجتي خيري رب إسيتاتي سي مجتي انتون اللي موتو حرام الراك أبمتيت وان شريتي كل را رب إسيفا جيسيتي مجا كنا كان ربي كريف إرقا مجان ألاتير لي أبو حنيفان واني قبأ في دائما تنكني دائما حق أقوه سنيف نمتين الله تهرمه وسفتسون halala duide dufte mucake na harama no hosifte mo harama duide dufte mbeinu mucanke na ka rasuli wa gudiya bil harami je ansan ka harama denge makkanu jala antanef namitti wanya tembe ko sani fa kubati na ke ha agosisi se je en hada bo ani fatin abba din raqim sani guddi saniti mucanku na ciboda faqi hukufa qofa udo hintain kauni kana cufa dacci tanarra ali manamni marti ittihajam إلما إسي فري نمني مرتي إراب بؤابو فتو هجمو غوتي دكي تنركيتي برادينتي نشوف أكاسيتي دين رقودتي نما إلمان في دين رقود سربي نهاتاتي سؤسنين دكا هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم وصلى الله وسلم على خير العرب والعجم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.